هذا المكان الطاهر المقدس الذي هو حقا جنة عدن هو الفردوس الذي يتنعم به من موجود هنا نعمتين، نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة إن شاء الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. وقبل كل بدء نستمع إلى آيات كريمات بينات يرتلها علينا قارئ العتبة الحسينية المقدسة أحمد الشريخاني، نمهد له بالصلاة على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآل محمد نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد أيها المؤمنون أيها الحسينيون الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هو حلقة من حلقات السلسلة الذهبية العظيمة التي أخرجت للناس تدعو للخير وإلى السير الحثيث لبلوغ النعيم والوصول إلى الصراط المستقيم والفوز بالجنة كان صلوات الله عليه يتقلد ثقل الرسالة الملقاة على عاتقه ويتحمل أعباء نشر مفاهيمها وتحصينها من التشويه والانحراف الذي كان خصومه يسعون لنشره وتجاوز الإمام صلوات الله عليه كل العقبات واستطاع أن يفجر ثورة روحية ذاتية استقرت داخل النفوس وأنتجت ثروة ثقافية علمية معرفية إيمانية حقيقية بمختلف مجالات الحياة إذ كان صلوات الله عليه يعرض المفاهيم الإسلامية للناس بحقيقتها وبواقعها الذي جاء به منقذ البشرية البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على وآله وكان فعله وجهاده صلوات الله عليه مساوقا لجهاد وفعل أجداده وآبائه صلوات الله وسلامه عليهم فسلام عليه يوم أشرق نوره في السماء المحمدية العلوية الفاطمية الحسينية وسلام عليه يوم ارتفعت روحه الطاهرة إلى أعالي الخلود في جنة الفردوس ملتحقا بآبائه وسلام عليه يوم يقف مع آبائه وأجداده شفيعا للموالين
فسلام عليه ورحمة وبركات. وإن شاء الله أنتم المشفعون إن شاء الله، لأنكم الموالون الحقيقيون. أيها الأكارم، كلمة الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة يتفضل بإلقائها السيد الدكتور علاء ضياء الدين، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام عليك سيدي ومولاي أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته، السلام عليك سيدي ومولاي صاحب المناسبة راهب أهل البيت عليه السلام. قال إمامنا الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. هذه الممارسة العبادية تبنتها العتبات المباركة في إحياء ذكرى استشهاد أئمتنا، في رفع الراية المباركة لكل العتبات وفي كل مناسبة وحسب توقيت هذه المناسبات والوفيات. نحن اليوم في ذكرى استشهاد سيدي ومولاي الإمام الكاظم عليه السلام. ولد سيدي ومولاي في عام 128 في السابع من صفر في منطقة الأبواء، وهي منطقة تقع بين المدينة المنورة ومكة المباركة في منتصف الطريق، وفيها قبر آمنة بنت وهب أم نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. عاش إمامنا ثلاث مراحل: نهاية الحكم العباسي، وبداية نهاية الحكم الأموي، وبداية الحكم العباسي، وأيضا توسع النفوذ العباسي والسيطرة والهيمنة والطغيان على الموالين وصاحبي النهج العظيم. عانى الإمام ما عانى من مأساة وقهر واضطهاد، ولكنه كاظم الغيظ، وهذه الصفات النبيلة التي تميز بها أئمة الهدى، والجميع يجتمع على هذه الصفات النبيلة القرآنية، ولكن حسب مراحل الاضطهاد والظلم تبرز هذه الصفات. فإمامنا راهب أهل البيت وكاظم الغيظ نتيجة لاضطهاد الإنساني الذي مورس على أئمة الهدى. تولى الإمام سلام الله عليه في عام 148 الإمامة بعد وفاة سيدي ومولاي الإمام الصادق عليه السلام. وفي ذكرى استشهاده في مثل هذا اليوم في 25 من رجب في عام 183 هجري، نحيي هذه المناسبة الكريمة المباركة، وفي قربة
ضريح سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين في هذا المكان المبارك وفي هذه الرقعة المقدسة تحت خيمة سيدي ومولاي. دائما نحيي هذه الذكرى وذكريات الوفيات والولادات، فرحم الله من أحيا أمرنا. وأيضا معنا تشارك الملائكة وهي تستغفر لنا ولكم. شكرا لحضوركم المبارك، ونتمنى كل التوفيق في خدمة سيد الشهداء وأهل البيت عليهم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراية تمثل الكثير الكثير. الراية تمثل الإباء، تمثل الكرامة، تمثل مرة تستخدم في الحروب ومرة تستخدم كرمز لتسجيل أي هوية، فممكن أن تكون هوية وتكون عندما تكون هي قطعة قماش، لكن عندما يكتب عليها أو يخط عليها أو يرسم عليها شعار معين فتكون مقدسة. الراية الوحيدة التي ظلت وسوف تظل مرتفعة ويستظل بها كل الأحرار هي راية الإمام الحسين عليه السلام، التي أخبرت عنها الحوراء السيدة زينب عليه السلام يوم خاطبت ابن أخيها السجاد عليه السلام، وقالت لا يجزعن كذلك وسينصب على هذا الطف علم، وسيظل على مرور الأيام وكرور الليالي لا يمحى أثره، لا يمكن أن يمحى أي أثر للراية الحسينية. وهذه الراية هي وليدة للراية الحسينية، لأن الإمام الكاظم صلوات الله عليه من أولاد الإمام الحسين عليه السلام من ذريته، والأئمة كذلك هم يستظلون براية الإمام الحسين عليه السلام. فهذه الليلة المباركة إن شاء الله والمقدسة والجليلة، والتي أيضا يقترن بها الحزن بالقداسة والجلالة، حزنا على سيدي ومولاي الإمام الكاظم صلوات الله عليه. إذن أيها الأكارم نبدأ برفع الراية المباركة. يتفضل السيد نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد الدكتور علاء ضياء الدين لنبدأ بمراسيم رفع الراية مع الصلاة على محمد وآل محمد.
صلوا على محمد وآل محمد. أحسنتم، حياكم الله. هذا هنيئا لكم، طوباكم هذا المجد والخلود. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عانى ما عانى، وأعداؤه جربوا وحاولوا وسعوا بكل المحاولات لإخفاء الصوت الإيماني، ولكنه رغم كل ذلك بقي صوته عاليا، وهذا هو الأثر وهذا هو الرمز. هذه الراية ستظل مرتفعة، ومهما تمر الدهور ستظل الأجيال تتعاقب وتفخر بهذه الكرامة وبهذه الجلالة وبهذه القداسة. طوباكم وهنيئا لكم هذه الموالاة. أيها الأكارم، مع الإنشاد الحسيني والأخ الرادود الملا سمير، مهدوا له بالصلاة على محمد وآل محمد. طيب، وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدي ومولاي باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر. أسأل من الله بشرف هذا المولى العظيم أن يمن علينا بالخير والبركة بقضاء الحوائج وشفاء المرضى، وأن يثبت أقدامنا جميعا على ولاية محمد وآل محمد، وأن يرزقنا شفاعتهم ويعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. ببركة صلاتكم على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. العشيرة للوقت الراد، عازتها صدق عازة، اليموت بين غربة شلون يا هو يشيل الجناز، مهيوبين هل يحضرون وتشيع بها بتعزازة، أخوته وكل أهل بيته بحملة تقوم تتوازى، وللغربة المسموم ما حد غمض عيونه. إمام الرافض هذا ثلاثة اللي يحملونه، أجيب مني أولا. الله يساعد قلبك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. أجيب مني أنا هالبيت وخلي الكل يشيعونه، ويرفرف بيرغ الأحزان ودفنة عز يدفنونه. بعد يقول وحش جنازته يا حيف ما واحد حضر يمه، المثل كون يتشيع وتوقف للزلم حزمه، هذا يغام مض عيونه وذاك يردد باسمه، لجنش الفايدة المسموم
الطرحة وعجس جسمه بحديد مرض رضا ساقه ويذكرنا بابو اليمه وين اليروح ويقطع البيد ويطوي الفيافي ودرب البعيد يحشمها لو قام الأجاوي يقلهم طريح الكاظم وحيد اليم عويل النعش ينهاب ينهاب وعازتها عازة دموع الأحباب لله دركم يا آل محمد ننصب عزانا بهذا المصاب لما يجي للثار طلاب لسان حال مولاتك الزهراء تقول وارضى بقضاء البار سلم دوم وارضى وبك الحالي سمى المعبود وارضى الربط ساق الغريب بقيت وارضى عاد مصيبة المحسن علي هي عاد مصيبة المحسن هي علي إلى الوداع يا أمير الكاظمية إلى الوداع يا أمير الكاظمية ودع إمامك إلى الوداع إي بويا الله إلى الوداع يا أمير الكاظمي إلى الوداع إلى الوداع يا أمير الكاظمي إلى الوداع يا أمير الكاظمي أبكي المصابك بالحزين فيض الدمع تجاره طامور ظل ما تعذبين ليلك مثل نهاره تتنطر الموتك يجي وانا اهلك الغياره صعب اليموت بغربته صعب اليموت بغربته وما حد يمر دياره يلا إلى الوداع يا أمير الكاظمي وين أصحاب الحوائج إلى الوداع يا أمير الكاظمي إلى الوداع عزيل الحسين إلى الوداع يا أمير الكاظمي كبدك تقطع سيدي بسجن العدا وظلامه اللي يحتضر باخر نفس شنو تحضر هلا وعمامه هذا ينوح بفرقته وذاك بدمع كلامه وانت الوحيد بغربته صار الصبر وسامه يلا الى الوداع يا امير الكاظمي وين اصحاب الحوائج الى الوداع انا اسكت اريد اسمع منك الى ما شاء الله الله لا يخرس لسانك دنيا واخره الى الوداع سيدي بحزنك بقيت ومحتسب هضم الزمن رهنته يا العاشرت سجن الظلوم وتحملت غربته قيد الحديد القيدك بصعب وضع حملته القدوة صرت لشيعتك ولها الدرب رسمته اسمع اللي يقترب من عند الأجل
عطف الولد يريده ابن اللي يغمض الجفين ويوسد على ايده شحال القيود الاذته وينظر بقى الحديده ياهو اللي يخفف لوعته وعنا الاهل بعيده يلا الى الوداع يا امير فدوى لهالجواب الى الوداع يلا بيات الدعاء الى الوداع ما شاء الله الى الوداع يا امير سيدي نعشك وسف يا ابن النبي ما حد اجا ويشيله وين الصماد ويحضرك دمع الجفن يسيله خلصت حياتك بالسجين صبرك منو مثيله حزنك كظمت بداخلك ماكو أبد وسيلة يلا اللي يلا مفجوع الفلك بصعب وشد رزية نعزي طاغة وحيدرة وننعن عزجية بثقل الحديد تشيعيت وانت اكرم البرية ظلت دموع الرافضة فوق الجفن جرية اخر مرة الى الوداع يا امير الكاظم الى الوداع يا امير سيدي يا مولاي يا باب الحوائج أبيات الدعاء سيدي أنت شويعت كفيت أويل عليك أبو علي يا حسين ظل ثلاثة أيام على رمضاء كربلاء وزينب تنظر إلى الحسين والخيل تطأ صدر الحسين بحوافرها شنو تقول له يلا حظ اللي حاسك تقول يقتل وينينك بحداي لما انت وين يقتل وينينك يمكنها عينك عثر بيها الفرس يمكن غعانك تشوف زينب تشوف الحسين شنو تقول تقول اشعدها هاي الخيل ترفو الصدر اخوي شنو ذنب ضلوع صدره مكسره ليش مسلوب الهدم وبلا يا راس وليش كل ضلوع يما مطشر رحم الله من نادى وحسينا وشهيدا شو تقول بعد زينب تقول كل شي ما ظل والهدم هم سلبه شفت واحد راح يقطع خنصره هو طايح والشمر فزع عليه الجاي والرايح يرفس بمنحره واركض ونار الخيم شبت وراي جيت اركض شايطة ومتوجرة الله يساعد قلبك مولاتي شو تقول بعد تقول عفت كل ذيك الخيم واركض عليه اش عندي غير حسين ما عندي ترى وبعباتي قمت فيله ونوح بلكي يبرد جسمه واجبر خاطره هو اللي يقول وحق جدي عطشان الله اكبر والتفت شفت برمح راس العزيز دمه ينزف والشفاغ مفطره
حرت يم جسم أظل يم راس روح وين أمشي وأنا حرمة مخدرة للخيم رديت بس وين الخيام أرمات كل خيامي صارت عثرة تقول يا من عار على حر القاع ظلت أدور عليك بين أجساد خوش دمعة خويا ظلت يا من عار على حر القاع ظليت أدور عليك بين أجساد ظليت أبو علي جيت وبالعباية عليك ظليت أفي جسمك الدام ورمي يا أفي جسمك الدامي يا رمي بيت الدعاء تقول لو أن غيري يشوف الخيل قلبي الصبر وأنا صحت بهداي قلب حسين مثل انداس قلبي واحس بكل نفس حافر علي انعم جوابا يا حسين اما ترى شمر الخنا بالصوت ألا ما أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي على محبة مولاي وسيدي باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر صلى على محمد وآل محمد. أحسنتم دمع اليكت على حسين لجهنم يطفيها هذه الدموع تحفظ بقوارير للموالين الإمام الصادق صلوات الله عليه عندما يسأل خواصه ويقول لهم تجلسون وتتذاكرون يقولون نعم يقول تذاكروا اجلسوا أحيوا أمرنا فإني أحب هذه المجالس هذا هو المجلس الذي يحبه الإمام الصادق صلوات الله عليه وما يحبه الإمام يحبه الله النبي صلى الله عليه وآله يقول أحب الله من أحب حسينا وأحب الله أيضا من أحب حسينا الله يحب من يحب الحسين ومن يحب الحسين أيضا يحب الله فإن شاء الله دائما وأبدا بهكذا تجمعات إيمانية وتحت راية الإمام الحسين عليه السلام شكرا لكم جميعا شكرا للسيد نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة والشكر أيضا موصول لقسم العلاقات والحاج عبد الأمير والسادة الكرام والجميع إن شاء الله وكل من ساهم وكل من وقف منذ أيام لتهيئة هذا الحفل الكريم المبارك إلى هذه الساعة شكرا لكم وأدام الله توفيقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.